قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة إن غرفة عمليات الوزارة تتابع خطوة بخطوة مع المصريين بالخارج إرسال استمارات التصويت بالبريد إلى مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية. وثمنت وزيرة الهجرة دور وجهود الهيئة الوطنية للانتخابات في تسهيل العملية الانتخابية، كما أشادت بدور رموز الجاليات في الدول العربية والأجنبية في مساعدة المواطنين في إرسال استمارات التصويت. كما أكدت أن الوزيرة أن المصريين بالخارج دائما يضربون أروع الأمثلة في وطنيتهم وولائهم لمصر.